الراقع الشرعي هذاك بعد اصلا ما خصناش نقولوا له راقع شرعي، هذه اول حاجه. هذاك السحار ودجال، والدريه فعلا تسحرات وخرجت عن السيطره ديالها، والتغطيه خرجت عن التغطيه كي نقولوا، ومارسات مع الجنس ماشي كهي كشخص، وانما كمخلوق اخر هو اللي تحكم لها في العقل ديالها. هادشي راه كاين وماشي وقع غير في فيديو واحد، شفنا بزاف ديال الرقعة الشرعيين في ايران، في العراق، في تونس، في الجزائر، المغرب، مصر. المهم هاد الناس هادو كيستغلوا السذاجة ديال هاد الشعب، كيبتزوهم. بالنسبة لهادشي الرقية الشرعية كلام فارغ، ما عنده حتى شي علاقة بالدين. انسان كيرقي راسو براسو. هذيك السيدة هي قبلات هذاك الشيء، هي اللي مشات، ومني صورها وبدا يبتزها ولات كتخرج تصريحات كوم كوا بلي انا راه ماشي نورمال وكتشارب الدواء. كنت هذه هضره خاويه. هي قابله على داك الشيء ومشات مع عنده علاقه معها مده طويله. اخويا هذا الموضوع ديال الرقيه اخويا، بعدا انا ما نكذبش لك ما كنامنش بها، كنامن بالله سبحانه وتعالى. ما داك الشيء كيبان لي غير بدعه صراحه نقولها لك. ولكن هما اللي عطاهم الفرصه باش يستغلوهم في هذا الشيء ديال السحر وديال الزين. كيف تسميها؟ انها تخربيق. المحبه الا محبه الله سبحانه وتعالى ولا اكثر. هذا الشيء كاين. وبالنسبه باش نقولوا له راقي شرعي، هو ماشي راقي شرعي، نقولوا له سحار. والرقعة الشرعيين ولاو عندنا في هذه البلاد السعيده اكثر من الجنون، ولاو عندنا الرقعة الشرعيين بزاف. وكي كنقولوا بان اللي كيمشي عند هاد الناس هادو، اللي بغى يمشي يداوي راسو هادي يحسن راسو براسو ويصلي في الدار. ما عليناش، هذا باب فاتحينو خاص الحكومه تسدو، لا هو ولا الشعواده ولا شي السحر. هادشي هاد النقط هادو راهم مساهمين في تخير تاخير هاد المجتمع. هذا خاص تكون رقابه على هادشي. ما تبقاوش تراقبوا في فيسبوك اللي بارطاجا 5 سنين حابس، هذا راه بحر ما تقدروش تحكموا فيه. هادشي كلشي ما تقدروش تحكموا فيه، تحكموا في هادشي باش ترقيو الشعب، باش انسان تعطيه واحد سميتو واحد القيمه ديالو. راه التوحيد هو اللي كيعالج، ماشي الرقيه الشرعيه. راه انسان يرقي راسو، قرا غير المعوذتين وصلي ووحد الله عز وجل تعالج. وكيبيعوا ويشريوا في كلام الله. واصلا الجنون راه ماشي مكلخين حتى لهالدرجه باش واحد غادي يتخلص من عندك ب 2000 درهم و 5000 درهم وغيخرج وغيداوى. الجن تيخاف من الجنون، كيخافوا من اللي متقي الله غير من الشوفه بلا ما يقرا. فهمتي؟ واش غتطلبي؟ طلبي انت غتطلبي؟ راك في بحر، راك محيط، عالم ازرق، راه في رمسة عين الخبر كيدور في الكرة الأرضية. راه ما غادي تتحكم لا هي ولا حكومة ولا الناس اللي صنعوا فيسبوك، ما كيتحكموش فيه. هذا علم، هذا هادي راه كتبارطاجا في رمسة العين كيوصل الخبر. المهم اللي علاوه هي التوب إلى الله، ما يهمش بنادم. توب إلى الله، ارتكبت خطأ تحمل مسؤوليتها. راه الرقية الشرعية رقي راسك. هذوك الناس كيكذب عليك، يقرا لك على قرعه ديال الماء ويبيع لك ب 4000 ريال، او تمشي عند الساحر، او تمشي عند مشعويد. هذا كلام فارغ، هذا هو اللي خاص الحكومه تحارب. الراي ديالي ما خصهاش تخرج، ما خصهاش تبان وجهها. اصلا وجهها في الفيديو الاول بان بعيد، ما كانتش معروفه، ومنين خرجت في وجهها قريب في التصريح على انها هي الاخر نصب عليها وكذا ودار لها. ما خصهاش تخرج لحقاش الله كيقول اذا بتوليتم فاستجيروا. ما تباني ما تهضري ما والو. وبنادم خصو يستافد من هذا الخطا، بالنسبه للناس اللي شافوها يستافدوا ما يعاودوش نفس الخطا. واللي كتعاني من شي مرض، من شي مشكل ولا شي حاجه، تحاول تمشي تصلي، تعبد الله، ترقي راسها براسها، تحافظ تتبع السنه ديال الرسول عليه الصلاه والسلام والاذكار وقيام الليل والصدقه وتداووا بالصدقه، قال الرسول عليه الصلاه والسلام. فهمتي؟ حصريا على موقعنا. هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟
الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.